أمام التطورات الأخيرة التي شهدناها وهذا الواقع، كيف يمكن أن نصف ما آلت إليه حرية التعبير في العراق؟ فقط للتصريح، أنا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان. رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان، أهلا بك، تفضل. موضوع حرية التعبير في العراق للأسف الشديد بعد عام 2003 للأسف أصبح العراق بصورة مشوهة حول معايير حقوق الإنسان، باعتبار العراق تحول من نظام يعني ديكتاتوري إلى نظام اتحادي فيدرالي مصوت على اتفاقيات تعنى بحقوق الإنسان. أهم المواد التي صوت عليها المجتمعون في عام 2005 هي المادة 38 من الدستور التي تعطي حرية الرأي والفكر والوجدان والتجمعات السلمية، ولكن حقيقة عندما نشاهد هذه المادة ونأتي ونترجمها على أرض الواقع هي غير مطبقة. فضلا أن المادة 18 والمادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت حرية الفكر والوجدان، هذه المواد التي نتكلم عنها والتي هي ملزمة للدولة العراقية أو للحكومة وأجهزتها التنفيذية، لا نرى أن هناك التزام بهذه المعايير، وبالتالي أعتقد هذه الجزئية التي نتكلم بها هي تعتبر نقطة سوداء أو نقطة سلبية في يعني عصر الديمقراطية التي أصبحت حقيقة عبارة عن نوع من الدكتاتورية بصورة أخرى، وبالتالي الحكومة العراقية إذا أرادت أن تبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي وخصوصا مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الموجودة داخل العراق عليها أن تلتزم بتلك المعايير. نعم، إذن لم تلتزم بالمعايير، وكما نعلم أيضا سيد علي يعني قانون المعلوماتية رغم إثارته الكبيرة للجدل ما زال في أدراج البرلمان دون تشريع، هل في ذلك التزام بالمعايير؟ هل أشرك البرلمان المنظمات الحقوقية يعني في هذا القانون؟ وماذا عن مآلات ذلك، مآلات استمرار وضع هذا القانون في الدرج رغم المشاكل التي أثارها؟ سؤال بشقين استاذتنا العزيزه، يعني الشق الاول الدوله او المؤسسات وخصوصا في مجلس النواب للاسف الشديد هناك انتقائيه فيما يخص يعني شراكه المجتمع المدني. انت تعلمين سيدتي الفاضله واعتقد يعني قناه الفلوجه يتابعها رئيس مجلس الوزراء والكثير من الاخوه النواب، لا يجب ان يكون هناك انتقائيه في استقطاب المؤسسات. المؤسسات انواع، شيء مسجل في دائره المنظمات، شيء ياخذ الشرعيه القانونيه من الاتحادات، وشيء ياخذ الشرعيه من المجتمع الدولي المؤسسات الدوليه. انا حقيقه حسب متابعتي لقضيه الشراكه غير مطبقه بشكل حقيقي، وهذه دعوه عبر قناه الفلوجه الاخوه في مجلس النواب ولجانهم وخصوصا فيما يخص لجنه حقوق الانسان، اللجنه القانونيه، بقيه اللجان الخاصه بالطفل والاسر، الطفل والاسر، يجب ان يكون تدقيق عن قضية الشراكة. هاي أول شيء. الآخر قانون الجرائم المعلوماتية، عقدنا أكثر من مؤتمر صحفي في البصرة وكذلك في العاصمة بغداد ورفضنا هذا القانون الحالي باعتباره هو يقيد الحرية بصورة غير مباشرة. ماذا تفسرين لي عندما أنا أنشر منشور على عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أشارك منشور يغرم بل يحبس ويعتبر يعني معارض للنظام او يعني يعتبر يسقط بالنظام السياسي؟ هذا هو احد انواع الدكتاتوريه ولكن بصوره قانونيه. فبالتالي القانون الموجود ادراج مجلس النواب نرفضه بجملته الحاليه كما رفضناه سابقا سوف نرفضه كما هو. ايضا ملاحظه جدا مهمه اتمنى من الاخوان في اللجنه القانونيه في مجلس النواب وكذلك لجنه حقوق الانسان ان تراجع قانون يعني القانون القديم، قانون العقوبات الموجود في حكومه النظام السابق. اكثر القوانين الذين يعملون به الان هو ايضا قوانين سابقه. لماذا؟ باعتبار النظام الدكتاتوري رحل وقوانينه يجب ان ترحل معه، وبالتالي اللجنه القانونيه واخوان المشرعين في مجلس النواب عليهم ان يراجعوا بعض القوانين السابقه وان يتم تنضيجها. العراق الان هو جزء من منظومه دوليه، القوانين دائما تراجع بين فتره واخرى، وبالتالي يجب ان تكون هناك مراجعه لبعض القوانين السابقه حتى بالتالي تتلائم مع اجواء الحريه والديمقراطيه. يوم امس
تم محاكمة أحد النشطاء بسبب خروجه لمطالبة بالخدمات بسبب إجراءات التعذيب وبعض المواد الدكتاتورية. وبالتالي رسالتنا إلى أخواننا في مجلس النواب أن يراجعوا بعض هذه الأمور. إذا استمروا بهذه العقلية، عقلية المعارضة في الدولة، سوف تكون لنا مشاكل ارتدادية في الأيام القادمة. سو ربما كما قال رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي، تسبب انهيار النظام السياسي. هذه دعوة لأعضاء مجلس النواب أن يتابعوا موضوع الحريات، ويجب أن يطبقوا القانون بحذافيره. لا يجب أن يكون هناك انتقائية في بعض القوانين الذي يستخدمونها لضرب حرية الرأي. وأمام ضرب حرية الرأي اليوم، تفصيل القوانين على مقاس بعض الأطراف السياسية، إلى أي مدى يضرب صورة العراق الذي يحاول أن يأخذ اليوم دورا وموقعا على الخريطة العالمية؟ باختصار لو تكرمت. باختصار راح أتكلم بحدث حصل عندنا في محافظة البصرة. ناشط يحكم بالطابق الأول والطابق الثاني في أحد محاكم البصرة، بينما أحمد شايع الذي هرب من القوات الأمنية في سنتر المدينة الآن موجود في الطابق السابع في أحد أبراج دبي، وخليه يسمع رئيس الوزراء. الشيء الآخر، المسؤولين في الدولة أغلبهم هم جاءوا عن طريق المحاصصة. كيف تريديني أطلب من هؤلاء تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان الذين هم جاءوا عن طريق الفساد المحاصصة؟ إذا نحن لا نطلب من شخص هو عاتل أصلا، نطلب من الأشخاص الوطنيين أن يراجعوا ما طرحناه عبر قناتهم وعبر المنصات، باعتبار الموضوع يخص دولة ودولة متفق موقعة على اتفاقيات معنية بحقوق الإنسان مع المجتمع الدولي. نشكرك جزيل الشكر.